ناتشين النسخة الثانية من برنامج ريادات، واللي تم استحداثه من 6 سنوات، ويأتي هذا التحديث بناء على عملية استفيضة أو خلينا نقول دراسة تم تنفيذها من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع صندوق العمل التمكين وبنك البحرين للتنمية. من خلال هذه الدراسة استطعنا أن احنا نقيم ما تم تنفيذه والمحفظة على مدى 6 سنوات وصولا إلى هذه النسخة الجديدة. فإحنا اليوم استطعنا أن يتم تدشين هذا البرنامج وأن يتم الإعلان عن مميزات هذا البرنامج في نسخته الجديدة، وإن شاء الله نتطلع إلى نتائج إيجابية في المرحلة القادمة. طبعا ما سيميز هذا البرنامج في المرحلة القادمة هو أن تم تمديد طبعا مدد تسديد هذه القروض، بالإضافة إلى تم رفع سقف التمويل في المحفظة، بالإضافة إلى أنه سيتم خلينا نقول التركيز على القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى المشاريع في مرحلة النمو. طبعا اليوم طرحنا النسخة الثانية من برنامج ريادات مع شركائنا في مجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية. طبعا البرنامج في النسخة الأولى دعم أكثر من 380 رائدة عمل، وكانت قيمة الدعم أكثر من 7.5 مليون دينار بحريني. البرنامج في النسخة الثانية أبرز ملامحه أن احنا بنرفع سقف الإقراض أو الدعم، كان في السابق 100 ألف، فبيرتفع أكثر من 100 ألف، ويعتمد طبعا على مسار الشركة. إذا كانت شركة ناشئة فالنسبة مختلفة عن الشركة القائمة. التغيير الثاني بالنسبة لنا هو مد فترة الدفع، فكانت في السابق 3 سنوات فترة السداد، فإحنا بنمدها إلى إن شاء الله 7 سنوات. الأهداف كذلك تنوع الأهداف، اليوم نغطي الأهداف التشغيلية مثل الرواتب، الإيجار، وكذلك الأهداف الاستخدام القرض للأصول الثابتة ولنمو وتوسع الشركة. آخر تغيير طبعا هو مبلغ الدعم من تمكين، بيكون في شكل تغطية الفوائد بنسبة معينة خلال طبعا كل امرأة تقدر تستفيد منه أو كل رائدة عمل تقدر تستفيد منه، وإذا التزمت في السداد في 5 سنوات الأولى فطبعا تمكين تدفع لها مبلغ إضافي يتراوح بين 20% إلى 50% على حسب مسار الشركة. طبعا اليوم من دواعي سروري أن يكون بنك البحرين للتنمية من ضمن برنامج هاي النوع من الرقي، برنامج ريادات أو محفظة ريادات للمرأة، يعتبر من أهم البرامج اليوم اللي تلعب دور حيوي حق الاقتصاد، وتلعب دور حيوي في برنامج تمكين المرأة في مجال القطاع الخاص أو القطاع العام. طبعا اليوم هي المحفظة، هي مو محفظة جديدة اللي هم قاعدين نعلن عنها، اللي بنعلنها محلات الجديدة، هي محفظة موجودة من 2016 وحققت نجاحات وايد. فيها اليوم حوالي 300 مستفيد بيقارن حوالي 7 مليون دينار ونص، وتعتبر من المحفظات اللي اليوم البنك البحرين للتنمية يركز عليها لأهميتها ولأدائها. طبعا التدشين الجديد أو الحل الجديدة راح تضيف للبرنامج طابع مختلف، وإحنا على أمل وثقة ومتأكدين أن هاي المميزات الجديدة راح تعطي النتائج إن شاء الله المطلوبة، وراح تضيف وراح تحفز النساء أنهم يقدمون على هاي النوع من البرامج.